أهلا بيكو. قرأت النهاردة ايه الحاجات اللي موجودة في حياتك ومن داخلك يعني ينبغي أن تشعر بالامتنان لوجودها في حياتك أو أن الحاجات دي موجودة في حياتك، فإيه النعم اللي أنت المفروض تمتن عليها أو يفضل أنك تمتن أو تشعر بالشكر والامتنان بداخلك لوجودها؟ أوكي. مبدئيا بان انت لست بشخص واحد ولكن مجموعه من الاشخاص، لست بطاقه واحده ولكن مجموعه من الطاقات، ما عندكش موهبه واحده لكن انت مجموعه من المواهب، انت لست روح واحده ولكن مجموعه من الارواح. التقدم المالي والثراء المالي دي حاجه طبيعيه انها تكون معاكم، ماشي؟ لما تظهر الطاقه دي ان هو انت ثري او ان انت مفروض تكون ثري، وانت لو بتسمع الفيديو مش في الطاقه دي او مش عارف يبقى اصلا معاك فلوس او كده، معناها انه هي بس مساله انك تشتغل على نفسك او ان انت تبحث اكتر عن حقيقتك او عن ذاتك، لان الناس اللي هنا ما ينفعش ان انتوا تكونوا فقراء، ولما بتخسروا فلوس او لما بتنزلوا تحت ماديا بترجعوا تطلعوا تاني ويمكن احسن من الاول. امتنوا على التجربة العاطفية اللي انتم مريتوا بيها اللي كانت مليانة شغف وشد وجذب بقوة جدا، سواء التجربة دي لازالت في حياتكم او سيتم تعويضكم بتجربة جديدة، بحاجة انكم تمتنوا للارواح الداعمة ليكم حتى لو كانت ارواح غريبة او ارواح غير مألوفة بالنسبة لكم. محتاجين برضو تكونوا ممتنين على الأذى اللي تعرضتوا ليه واللي ممكن يكون عطل حياتكو مش لأيام ولا الأسابيع، ربما لسنوات. والأذى اللي هنا تحديدا هو ممكن يكون سحر، يعني ممكن حد فيكو يكون اتعرض لطاقة سحر، الطاقة دي لا قدر الله سببت تعطيل أو وقف حل لفترة من الزمن، الفترة دي لم تكن قصيرة، فأنت هنا زي يعني كن ممتن لما حدث، لأنه ممكن لو وعيك مش قادر يجيب لك السبب اللي يخليك تمتن دلوقتي، ممكن مع الايام تدرك، ممكن لو اتصلت مع روحك وذاتك العليا ورجعت حياتك تقدر تعرف الاسباب اللي تخليك اتليست تشعر بالامتنان تجاه كل التجارب اللي مريت بيها حتى لو كان جزء منها اذى او الم. تذكر جيدا بان ده في الاول في الاخر اختيار تجربة الروح. شكرا ليكم واشوفكم على خير بفيديوهات تانية. انتم ممكن تكونوا جوزاء او تحملوا الطاقات النارية او الترابية، وخدوا معي كل اسد برضو، الطاقات كلها موجودة وبرج القوس. شكرا لي.